اهلا بيكم من جديد. قبل ما نبدا فيلمنا ما تنسوش تصلوا على النبي، وتعالوا بينا نبدا فيلمنا النهارده اللي بيبدا بواحد ومراته قرروا انهم هيخرجوا يفطروا في مكان هادي، واختاروا ان المكان ده يكون على اطراف غابه، وبيكونوا مبسوطين جدا بوجودهم مع بعض وبياكلوا. ولكن فجاه مراته بتتوجع وبتحس انها قربت تولد، فبياخد كل الشنط لكنه مش بيلحق يشيل مكان الاكل من حواليه، وبياخدها وبيمشي. وبننتقل لشجره في وسط الغابه دي، واللي بيبان لما بندقق في عالم الحشرات الموجوده هناك ان في تناغم كبير بينهم، وبيكون في اب وام من الدعسوقات مستنيين بيضهم يطلع اولادهم. وفعلا ده، وبنلاقي ثلاثه من الدعسوقات الصغيرين بيخرجوا وبيفرحوا الاب والام جدا، وبيروحوا يعلموا اولادهم ازاي يفتحوا جناحاتهم ويطيروا، وما هي الا ثواني قليله جدا وبيبدا الاولاد يطيروا. ولكن واحد منهم بيقع على صخره كبيره في الغابه، ولكن بعد شويه بيقدر يقوم وبيتعلموا الاولاد الطيران كويس، وبياخدوهم ابوهم وامهم في جوله في الغابه علشان يعرفوا كل حاجه فيها بما انها هتكون بيتهم بقى وكده. وبيلاقوا الاطفال مصرف ميه وبيقفوا قدامه شوية، وده اللي بيبين قد ايه هم فضوليين، لكنهم ولحسن الحظ بيرجعوا يمشوا ورا ابوهم وامهم ومش بيختاروا يدخلوا فيه. ولكن في واحدة منهم بتسمع صوت ضحك غريب وعالي في الغابة، ودونا عن اخواتها كلهم بتختار تروح تشوف ايه هو. وبنعرف ان صوت من بوضة صغيرة كده، لكنها مش بتبص حتى للدعسوقة دي، وبتمشي وبتحاول الدعسوقة تتكلم معاها وبتكون صادقة معاها جدا، لكنها بتطير جامد وهي ما زالت بتضحك، وبتروح تقف على صخرة في وسط الغابة. وطبعا بكل ذكاء بتروح الدعسوقة وراها، ولكن اول ما بتحاول تتواصل معاها بيتجمع حواليها مجموعه من البعوض الاكبر حجم منها، ووقت ما بتيجي الدعسوقه تهرب بيتلم عليها البعوض وبيحاصروها، ولكنها بتقدر اخيرا تطير منهم، لكن مش بتعمل حساب انهم وراها، وبيلحقوها وبتحاول تسرع طيرانها شويه لحد ما بتتخبط في صخره لما مش بتعرف تحدد قوه طيرانها، وبتقع في شق بين الصخور، وللاسف ولسوء حظها بيتكسر جناحها كمان وبيغمى عليها خالص. وبتحاول واحده من البعوض تنزل لها، لكن اما بتشوفها مش بتتحرك مش بتقرب منها، وبيقرروا يسيبوها وبتمشي. وبعدها بفتره بتحاول تفوق وتطير، ولكن للاسف مش بتعرف بسبب كسر جناحها، ما اكيد مش هتعرف تطير بجناح واحد، فبتحاول تطلع على الصخره كلها، وده بيكون صعب عليها جدا، لكنها بتصمم وبتطلع فعلا. وبتخرج من الشق وبتلاقي ان الجو اتغير واتقلب لامطار، وبعد ماشي كتير بتلاقي مكان الاكل اللي سابه الراجل ومراته، فبتروح تقعد هناك علشان تحمي نفسها من الامطار دي، وبتنام للصبح في علبه من السكر. وبتشوف تاني يوم مجموعه من النمل والهرقات والحشرات كمان بيحاولوا ينقلوا الاكل، ومجموعه من البعوض بياخدوا باقي الاكل، وكمان مجموعه من الحشرات التانيه بيحاولوا ينقلوا علبه كبريت كبيره، لكنهم بيختاروا يمشوا ويسيبوها وياخدوا بواقي الاكل احسن. وبيشم رئيس مجموعه من النمل ريحه السكر، وده اللي بتكون واقفه على العلبه بتاعته الدعسوقه، فبتحاول تستخبى بين مكعبات السكر علشان ما تبانش، لان الحشرات عددهم وحجمهم اكبر منه. ووقت ما بيتاكد رئيس النمل من وجود مكعبات كبيره من السكر بالكميه الكبيره دي بيفرح جدا، وبيروح يامر النمل يسيبوا اي اكل كانوا بينقلوه، وفعلا بينفذوا كلامه، وبيروح عشان ينقلوا علبة السكر كلها لمكان العش بتاعه. ووقت نقل السكر بيقع قطعة من السكر على الدعسوقة، وبتكون مأيدة حركتها جدا، وبيقرروا النمل انهم يرموا الصندوق من فوق صخرة كبيرة علشان هم مش هيقدروا ينزلوا بيه، وده اللي بيسبب وقوع الدعسوقة وكمان قطع السكر كلها. وبيتفاجئ النمل بوجود الدعسوقة جوه الصندوق، ووقت ما بيحاولوا يساعدوها ويقوموها بيتفاجئوا بوجود واحدة من السحالي اللي بتكون طبعا مفترسة بالنسبة لحشرات اصغر منها، فبيحاولوا مجموعة النمل انهم يستخبوا على امل انها ما تشوفهمش، لكنها للاسف بتكون شايفاهم، ولحسن حظهم بتفكر الدعسوقه وبتروح تنقذهم بانها بتدخل جوه صندوق السكر وبتعمل صوت عالي، وطبعا ده بيخلي السحليه تمشي على طول، وبتدخل بين مجموعه صخور صغيره وبيشكروا الدعسوقه، وبتكون هي اللي انقذت حياتهم، وبتقول لهم انها مش قادره تطير بسبب كسر جناحها، وبينقلوا السكر كله في الصندوق تاني، وبتنتقل الدعسوقه معاهم على الصندوق، لكن المره دي بتكون مع قائد النمل اللي هي انقذت حياته فوق الصندوق، وبيبعت رئيس النمل للحشد بتاعه رساله عن طريق قرون الاستشعار، وبيقول لهم انه هيرجع مع جزء كبير من السكر. وفي الوقت ده بيشوفهم مجموعه من النمل الاحمر، وبيكون باين عليهم بالمسمى الانساني بتاعنا كده انهم قطاع طرق، وعايزين كل السكر اللي مع النمل الاسود. ولكن لما بيقفوا قدامهم بيحاول رئيس النمل الاسود انه يهدي الموضوع وبيديهم قطعه من السكر وبيمشوا، لكن ده مش بيكون كافي للنمل الاحمر، ووقت ما بيكونوا بيكملوا طريقهم بيلاقوا منحدر كبير، وده اللي بيخليهم يدخلوا جوه الصندوق وبيحاولوا يرموه من المنحدر، وفعلا بينزل بيهم، وعلى خطاهم بيمشي النمل الاحمر لما بيلاقوا علبه من الكنز مهمله ومرميه على الارض، فبيدخلوا كلهم فيها وبيرموا نفسهم بيها وبينزلوا وراها، وبيعرف النمل الاسود ان النمل الاحمر جاي وراهم، وبيقعوا بالصندوق في الميه، لكن بتقع منهم الدعسوقه في الميه من على الصندوق، ولسوء حظها بتلاقي سمكه متوحشه ومصممه انها تاكلها، وبتحاول الدعسوقه تهرب منها، وبتخبط السمكه في صخره في البحر، لكن ده مش بيوقفها وبتروح وراها برضه، وبيتصرف النمل بذكاء وبيمسكوا بعض وبينزلوا جزء منهم في الميه، وبيقدر النمل يمسك الدعسوقه
البازوكا، وبيكون النمل الأحمر كمان في علبة الكان وراهم، لكن بيكونوا على آخر لحظة مش شايفين الشلال اللي قدامهم، ولكنهم بياخدوا بالهم وبيدخلوا في الصندوق بسرعة، وبتقع السمكة معاهم وكمان النمل الأحمر، ولسوء حظهم بتقع السمكة بين صخرتين ومش بتعرف تطلع، لكن النمل الأحمر بيتوب فوق المية، وده طبعا لخفة وزنه، وبيطلعوا كلهم، لكن بعد ما بياخدوا النمل الباقي من السكر وبيشيلوه كلهم، بتحاول الدعسوكة إنها تطير، وقت ما بتشوف مجموعة من الدعسوقات بيطيروا، لكنها مش بتقدر بسبب جناحها المكسور، وده بيخليها تكمل مع النمل الأسود، وتاني يوم وقت ما بيحاولوا يعدوا الطريق بيغامروا، وبيعدوا قدام عربية كبيرة كانت جاية، وبيكون وراهم النمل الأحمر، وبيحاول رئيس النمل الأحمر إنه يقول للنمل بتاعه يروح ورا النمل الأسود، لكن بيخاف النمل الأحمر من المغامرة، وعلشان كده بيروح رئيس النمل الأحمر بس وراهم، وبيشوف النمل الأسود ورايح العيش بتاعه، وبيعرف مكانه، وبيكون واضح إنه مش هيجي بخير أبداً من وراه، وبيروح لملكة النمل بتاعته، وبيعرفها كل حاجة عن اللي حصل، وكمان مكان عيش النمل الأسود، وبيقرر إنهم يعملوا حرب ضدهم، علشان ياخدوا كل الأكل بتاعه، وفي الوقت ده بيروح يقدم رئيس النمل الأسود السكر للملكة بتاعته، وبعد ما كانت بتبيض قليل جداً، أول ما بدأت تاكل من السكر زاد معدل البيض بتاعها كتير، وبتشكر كل النمل جداً، وبالليل والكل نايم بتحلم الدعسوقة بوجودها وسط عيلة، وبيطيروا كلهم وسط مجموعة من الزرع، وهم فرحانين جداً، وبتقوم وبتحاول تطير، وبتتفاجئ جداً لما بتلاقي نفسها طلع لها جناح، لكنه مش نفس حجم الأول، وده بيوضح إنه مش مكتمل، وبترجع تنام تاني، وتاني يوم بتقوم هي وكل النمل على صوت عالي جداً بره العش، ولما بيشوفوا بيكتشف وجود جيش من النمل الأحمر بأسلحتهم، اللي منها الحجارة والروافع، اللي بيضربوا بيها الحجارة وكمان مبيد للحشرات، وبيبدأوا يضربوا على عش النمل الأسود قذائف من الحجارة، وفي المقابل بتكون أسلحة النمل الأسود عبارة عن أعواد من القطن، وأقراص من الفوار، وكمان الملح، ولكنه مش بيكون في قوة الحجارة اللي بيضربوها النمل الأحمر، وده اللي بيخلي ملكة النمل الأسود تؤمر رئيس النمل والدعسوقة وكام نملة تاني إنهم ينزلوا المخزن ويدوروا على أي حاجة يدافعوا بيها، وبتشوف الدعسوقة ألعاب نارية وكبريت، وبتقول لهم إنهم هيدافعوا عن نفسهم بيها، وفعلا بيطلعوها، وبيلاقوا إن مفيش غير عود كبريت واحد، وده اللي بيخلي رئيس النمل يشوف تعليمات إزاي يولعه، وبيكون من شدة التوتر عنده بيحس إن كرون الاستشعار عنده باظت، ولكن في الآخر بيولعها وبيضرب واحدة من الألعاب النارية عليهم، وده بيسبب انفجار كبير وموت عدد كبير من النمل الأحمر، ولكنهم مش بيستسلموا وبيضربوا عليهم قذائف تاني، وبتفتكر الدعسوقة علبة الكبريت اللي كانت مع مجموعة من الحشرات اللي سابها الراجل ومراته، فبتقول للنمل الأسود إنها تروح تجيبهم، وبتوعدهم إنها هترجع تاني، وبيعملوا لها طيارة من الورق علشان تقدر تنقلها لهناك، لأنها مش بتطير، لكنها بتقدر تطير وقت ما بتعرف إن جناحها كامل، وبتروح المكان اللي فيه الكبريت، وبتحاول تشيله، لكنه بيكون تقيل شوية عليها، وشوية وبتلاقي عنكبوت صغير أخد علبة الكبريت ومشي، ولما بتمشي وراه بتعرف إنه واخدها للبيت بتاعه، واللي بيكون في أوضة من أوضه بيت ألعاب صغير مهمل في الغابة، وبتعرف لما بتراقبه إنه محتاج الأعواد بتاعة الكبريت علشان يبني بيته، ويربطه ببعض كويس، ولكنها محتاجة الكبريت علشان النمل، فعلشان كده بتحاول تروح له، ولكنها مش بتلحق بسبب وجود ضفدعة بتحاول تاكلها، وكمان مسكتها بلسانها، وبرغم إنها بتحاول تمسك في أطراف الشباك كويس، لكنها مش بتقدر تتمسك وقت كبير، وده بيخلي البيت يقع والدعسوقة تفقد وعيها، وبتحلم بنفس الحلم تاني، بإنها بين الأزهار ومع عيلة وفرحانة جدا، ولما بتفوق بتلاقي العنكبوت هو اللي ساعدها، وحاول يفوقها كتير، وبيقدم لها علبة الكبريت لما بيعرف إنها محتاجاها قوي، وبتاخدها وبتمشي، لكنها وهي بتطير بتسمع صوت زي صوت البعوض اللي ضايقها، ونفس الضحك، ولما بتقرب أكتر بتلاقي إنهم لافين حوالين دعسوق، وبيعملوا نفس اللي عملوه معاها، وده اللي بيعصبها جدا، وبتحاول تنقذه فبتسيب الكبريت، وبتلفت انتباه البعوض، وده اللي بيخليهم يمشوا وراها، وبتطير جامد لما بتلاقي عربية جاية ناحيتها، فبتقرر تزود من سرعتها، وفي آخر لحظة بتروح بعيد عن العربية، وبيخبطوا البعوض في كشافات العربية، وبيقعوا وبترجع تاني لمكان الدعسوق، وبيتعرفوا على بعض، وبتقوله إنه أكيد هيقابلوا بعض تاني، وبتاخد الكبريت وبترجع تاني لمكان النمل، وبتعدي فوق النمل الأحمر، وبتوصل لجيش النمل الأسود، وبتديهم الكبريت، وبيبدأوا يولعوا واحدة تاني من الألعاب النارية، وده بيعيد الانفجار تاني، وبينسحب جيش النمل الأحمر، لكن بعد ما بيكون حصل خسائر كتير في عيش النمل الأسود، وبتشكر الملكة الدعسوقة على إنها ساعدتهم، وبتاخد المتبقي من الجيش بتاعها للمخزن اللي تحت الأرض، وبيقعدوا هناك، وبعد فترة من اللي حصل ده بتكون اتعرفت الدعسوقة على ذكر الدعسوق أكتر، واتجوزوا وخلفوا دعسوقات كتير، وتحقق حلمها بإن يكون ليها عيلة، وبتكون فرحانة بتحقيق حلمها ده، وكمان بتكون علاقتها بصاحبها رئيس النمل كبيرة، ومازال بيتجمعوا مع بعض، وبيشوفوا غروب الشمس من فوق التل، وكمان بيكون النمل قدروا يرجعوا عشهم زي الأول وأحسن، وقدروا يحافظوا عليه من أي هجوم، وبنتعلم من الفيلم ده إن مهما كان القدر شايل لك إيه، اعرف إنه خير ليك، وإن أي حاجة بتحصل لك في الدنيا ربنا مقدرها ليك، علشان تعلمك وتفيدك وتوعيك، وإن لولا المصاعب والصعوبات اللي من
بنقابلها دي انت ما كنتش هتتعلم حاجة، ولا كنت هتكون شخصيتك اللي انت بتتميز بها دلوقت. كل واحد فينا حواليه حاجة حلوة ركز فيها وفي حياتك، واعمل احسن حاجة انت تقدر تعملها علشان حياتك تكون احسن وتبني شخصيتك. وكالعادة ما تنسوش الاشتراك في القناة لو الفيلم عجبكم، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اجدد الملخصات مني، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناة فيلم الرابع علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوتي، وفولو صفحة ملخصاتية الحدوتة علشان تسمعوا اجدد الملخصات بكل صوت الملخصاتية وكمان بصوتي معاهم. الفيلم ده كان بصوت احمد فاروق العبد لله. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.